نرجع للقاء زميلنا تامر مجدي مع اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، وبعد كده نستقبل فقرتنا الأولى ولكن بعد هذا اللقاء. اهلا بيك احمد واهلا بيكم مشاهدينا. احنا موجودين الان في ضيافه اللواء مساعد وزير الداخليه لمديريه امن القليوبيه اللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه. هيحدثنا عن العمل الارهابي اليوم اللي حدث في كمين مستورد اللي راح ضحيته 6 جنود في حادث ارهابي خسيس. هيعرفنا اخر التطورات واخر تفاصيل هذا العمل الارهابي الخسيس علشان يقول لنا تفاصيل العمليه الارهابيه دي واخر ما توصلت ليه قوات الامن. برحب بيك ست اللواء وتقول لنا اخر ما توصلت ليه البحث والتفاصيل الخاصه بهذه العمليه الارهابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الساعه حوالي 6:15 صباح اليوم تبلغ الاسم تاني شبرا خيمه بوجود اطلاق عياره ناريه داخل وحده الشرطه العسكريه بطريق مسترد على طريق الاسماعيليه. انتقلت القوات، تبين وجود شنطة خلف باب الوحدة مباشرة، تم عمل كردون أمني وإبعاد المواطنين عن المكان، استدعاء خبراء المفرقعات، انتقلت قيادات المديرية بما فيها أنا يعني وإدارة البحث، وتم إخراج العبوة الشنطة من داخل الوحدة وتفجيرها والتعامل معها وإبطال مفعولها، وتبين بداخلها عبوتين ناسفتين كل واحدة فيهم على حدة. دخلنا داخل الوحدة اكتشفنا وجود شنطة أخرى ومسار الشنطة الأولى برضو فيها عبوة ناسفة. تم استدعاء خبراء مفرقعات من الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق للتعامل مع العبوة الجديدة، بكشف عنها بأشعة الإكس راي تبينها أكثر تطورا من العبوة الأولى وتختلف عنها في طريقة التركيب، مما استتبع التعامل معها في مكانها وعدم استطاعة القوات أو خبراء مفرقعات إخراجها خارج المبنى. تم ابطال مفعولها، واثناء ابطال مفعولها حصل تفريغ هواء نتج عنه تهدم سقف الوحدة العسكرية. بالدخول بقى والمعاينة بعد انتهاء من التفجيرات من المواد المتفجرة تبين وجود 6 جثث لست ابنائنا من ابناء القوات المسلحة وابناء الشعب المصري، مستشهدين متوفين رحمة الله بعيرة نارية في أجزاء متفرقة من الجسم. يعني تفاصيل العملية دي، هل كان في شهود عيان شافوا الحدث؟ المنطقة المجاورة هل منطقة ما فيهاش تواجد أمني بشكل مكثف يعني يخلي إرهابيين زي دول يعملوا عملية كبيرة زي دي؟ احنا على طريق الإسماعيلية طريق عمومي، الوحدة أمامها مصنع شغال طبعا، بس العملية تمت حوالي 5:30 الصبح، كان التردد في منطقة ضعيف، سور المصنع قدام الوحدة مباشرة، مفيش منطقة سكنية أو تردد أهالي. في بعض شهود العيان شافوا بعض الأوصاف ادوها، منها أن المرتكب الواقعة الإرهابيين عبارة عن 3 نزلوا من عربية ومعاهم واحد رابع شايل كاميرا فيديو بيصور الواقعة يعني. وضربوا نار وحطوا شنطة وجريوا اختفوا في اتجاه الى الطريق الدائري او اتجاه الى ابو زعبل. كنا سمعنا كمان انه بالفعل كان تم للاسف وضع قنابل على الجثث بعد اطلاق العيارة النارية عليهم، ووضع قنابل ايضا داخل المقر الخاص بالكمين. يعني تفاصيل القنابل دي نوعها هل فعلا متطورة للغاية زي ما اتقال الصبح؟ حضرتك مفيش قنابل على الجثث، هي عبوه محطوطه خلف باب الوحده وعبوه محطوطه في الوحده، دي الهدف منها القوات اللي جايه للفحص. العبوات اكثر تطورا من العبوات اللي سبق لنا التعامل معاها في مديريه امن القليوبيه. يعني عرفنا كمان انه الشهداء كانوا خارجين من صلاه الفجر وما كانوش على استعداد كامل لبدء العمليات التمشيط الموجوده. هل فندم في تقصير في تامين هؤلاء الشباب او عدم وجود تسليح كافي ليهم لتصدي مثل هذه المحاولات الارهابيه؟ هم كانوا بيصلوا الفجر فعلا في الجامع المتاخم او المواجه للوحده الشرطه العسكريه، وعادوا بعد صلاه الفجر الا انهم ناموا، وده السبب اعتقد في تحقيق نسبة الوفيات العالية دي.
المنطقة برضو يعني تخيل نتساءل يعني ازاي مجموعة تخش تقدر انها تقتحم كمين وتقتل 6 من ابنائنا وتعرف كمان تحط قنابل، يعني هل ده معناه ان المنطقة كاملة ما فيهاش اي تأمين يخليهم يعملوا ده، ولا ده لان هم مسلحين بشكل متطور وزي ما اتقال ان هم تبع جماعة انصار بيت المقدس؟ لا لا، هي مش شطارة منهم، قد ما هي عدم اعتناء من القوات اللي موجودة. يعني رأي حضرتك ايه في اعلان بيت المقدس اعلانها ان هي مسؤولة عن الحادث والناس هتبث فيديوهات خاصة بهذا العمل الارهابي الخسيس النهاردة؟ احنا قلنا احنا في الشارع برضو احتمال تبقى انصار بيت المقدس، اعلنا عن كده الصبح نتيجة او حركة او موضوع التصوير بالفيديو ده، هم كانوا كان سبق ان عملوه برضو في وقعة قتل ابنائنا وشهدائنا في منطقة رفح 15 مجند، عشان نفكر الناس اللي استشهدوا رحمة الله اثناء صلاة الجمعة اثناء صلاة المغرب في رمضان في الصيام، برضو هم نزلوا وصوروا نفسهم هم بيعملوا كده. فبرضو اللي اعلن عن مسؤوليته عن هذا الحادث هم انصار بيت المقدس، واعتقد ان احنا لما عرفنا من شهود العيان ان في تصوير بالفيديو فقلنا دول برضو هيطلعوا غالبا انصار بيت المقدس. فرق البحث الجنائي توصلت لاي من المتهمين او جاري بحث عن عدد من الاشخاص اللي تم ضبطهم في هذا الحادث الاليم ولا؟ حضرتك احنا بمجرد الانتقال فرق البحث اتشكلت، الامن الوطني موجود معانا في الحادث من اول ما وصلنا، قطاع مصلحة الامن العام موجود، مباحث المديرية موجودة، التحريات العسكرية والمخابرات العسكرية موجودين، كل الاجهزة المعنية في البوليس او في الجيش بتبحث عن الجناة، وفي معطيات لكن طبعا مش هتكلم عنها، لكن في معطيات في الواقعة وبيتم البحث فيها ان شاء الله، وبإذن الله تعالى ربنا مش هيضيع دم شهدائنا وهيبصر فرق البحث بإذن واحد احد لهؤلاء المجرمين. هل في اي معلومات عن كيفيه استهداف شهدائنا النهارده؟ يعني في رصاص يعني عدد الرصاص الموجود اللي في اسلحه تم التعرف على استخدامها في اثناء هذا الحادث ولا؟ الفوارغ اللي موجوده كلها فوارغ بنادق آليه، وتم الفوارغ والمقاذيف اللي اتوجدت في مسرح الجريمه تم التحفظ عليها معرفه التحريات العسكريه والنيابه العسكريه. وهل فعلا تم ابطال كافه القنابل اللي كانت موجوده، وهل كان نوعها فعلا متطور زي ما قيل في الصحف ولا؟ هي فندم تم ابطال مفعولها الحمد لله، وهي متطوره عن النوعيات اللي شفناها قبل كده. يعني المحافظ قال انه الماده الخاصه بها كانت كبيره جدا وممكن فعلا كانت تعمل انفجار هائل. كل شنطه فيها 20 كيلو تقريبا. ماده يا فندم، يعني الفتره اللي جايه دور الشرطه في انها تامن اولا اولادها وثانيا المواطنين اللي حواليها، هل في خطه تامينيه لتامين الكمائن اكتر او تزايد التسليح الافراد والضباط لمواجهه هذا العنف الارهابي الخسيس ولا؟ الخطه الامنيه لتامين المنشات الشرطيه كلها موجوده فعلا وموضوعه، هو احنا بنناشد ابنائنا من افراد القوات من افراد الشرطه وضباط وافراد الشرطه او ابنائنا من القوات المسلحه بعدم التراخي واليقظه التامه والتعامل بحذر، وان هو يفهم ان ما ينفعش حد يتكاسل في الخدمه. هل فعلا هيكون في دوريات امنيه مكثفه بشكل كبير وبشكل عالي الفتره اللي جايه خصوصا في اوقات الليل المتاخره؟ احنا بنعمل مرورات في الفترة بتاعت من 4 الصبح ل 8 صباحا، هي اوقات الاسترخاء دي بيبقى فيها احد السادة اللواءات بيمروا في القطاعات المختلفة لتحفيز وايقاظ القوات والاطمئنان على تنفيذها للتعليمات. بشكل كامل يا فندم، بشكل عام، هل انت شايف ان مديرية امن القليوبية بشكل كامل هل ممكن تكون مستهدفة بطبع ما، ولا جهاز الشرطة بشكل عام مستهدف من قبل هؤلاء الارهابيين؟ مفيش حاجة اسمها مديرية أمن القليوبية أو مديرية أمن أي جهة أخرى، احنا كلنا جهاز واحد، كلنا أي حد فينا بتصاب هو مصابنا كلنا، أي حد فينا بيقتل هو قاتلنا كلنا، ومش عاوز أقول قاتلنا كلنا على مستوى وزارة الداخلية قد ما هو قاتلنا كلنا أو شهدنا كلنا على مستوى الشعب المصري كله. احنا مواطنين في الأصل، مواطنين شرفاء بنعمل لكسب لقمة عيشنا ولإنقاذ هذا الوطن والحفاظ على أمن المواطنين فيه وأمن هذا الوطن. يا فندم، هل مثل هذه العمليات بتخليكوا أكثر صلابة لمواجهة هذا الإرهاب، ولا بتضعف فعلا جهات الشرطة زي ما هم فاكرين؟
انا مش عاوز اتكلم كلام مرسل يعني، لكن عاوز اقول ان احنا وزارة الداخلية بحمد الله وفضله لها سابقة برضو يشهد لها بها في العالم، في ان احنا في التسعينات قدرت وزارة الداخلية بابنائها من الضباط والافراد القضاء على بؤر الارهاب اللي كانت موجودة في التسعينات، برغم التضحيات اللي قدمتها الا انها برضو استمرت في تقديم التضحيات وعقدت على هذه البؤر الاجرامية، وحنا عشنا من غير بؤر ارهابية من التسعينات حتى الفترة الماضية. لكن التسعينات يا فندم كانوا مجرد شباب مغرر بيهم، لكن النهاردة احنا بنواجه ارهاب دولي وارهاب منظم وارهاب كبير في كل شوارع مصر، هل انتوا مصرين على استكمال محاربة هذا الارهاب وانه هيكون في دافع كبير جدا من شهدائنا ودم شهدائنا ان احنا نجيب حقهم وحق الناس اللي بتموت كل يوم؟ طبعا احنا يعني طبيعة الشعب المصري مش طبيعتنا احنا بس، كلنا بنصر على الحق بتاع ربنا والعدل، والحق والعدل ان احنا بنحافظ على امن هذا الوطن، ومن يعتدي علينا يعتدى عليه. هل ممكن يا فندم في الايام اللي جايه نشهد عمليات قبض على بعض المتهمين او المتورطين في هذا الحادث وغيره من الحوادث الارهابيه الخسيسه؟ حضرتك اعتقد وزارة الداخلية بتعلن كل فترة عن ان ربنا بيكرمنا الحمد لله، وبيتم القبض على العناصر الارهابية في كل مواقع يعني. رسالة طمعنا بقى للشارع هنا في المحافظة وايضا في الشارع المصري بشكل عام، انتوا الفترة اللي جاية هتعملوا ايه مع هذا الارهاب؟ هل يكون في خطة معينة؟ هل في مواجهة اكثر صلابة؟ الداخلية ومحافظة الالوبية تحديدا ومديرية امن الالوبية تحديدا دورها ايه الفترة اللي جاية في مواجهة هذا الارهاب؟ والله احنا قبل ما نخش على دورنا احنا بنحب نناشد مجلس الوزراء يعني او السيد رئيس الجمهوريه باخراج قانون الارهاب الى حيز التنفيذ وتطبيقه، عشان يدي صلاحيات اكبر في التعامل امام هذا التعامل العنيف ضد الشرطه والجيش. الشعب المصري احنا والشعب والجيش والشعب والشرطة ايد واحدة، كلنا ضد هذا الارهاب، كلنا دي حاجات خارجة عن ميثاق الشرف اللي موجود في مصر او طبيعة الشعب المصري مش موجودة، فبالتالي احنا كلنا كل الشعب وكل الناس متكاتفة ضد الارهاب. والنهاردة حصل مسيرات فوق احنا واقفين، الناس كانت بتنادي بالقصاص من الاخوان، وده دليل على تفاعل الشعب مع الحادث ومع وحزنه وألمه على أبناء هذا الوطن اللي بيتقتلوا في خسة بدون سبب. يعني في نهاية لقائنا زي ما شفنا سيادة اللواء أكد على أنه لابد من مجلس الوزراء سريعا أنها تخرج قانون الإرهاب لمواجهة هذا الإرهاب الخسيس اللي بيقتل شهدائنا وأبنائنا في كل يوم وكل لحظة، اللي واقفين بيدافعوا عننا وعن أمن بلدنا وعن أمن مصر. سيادة اللواء أيضا أكد أنه خلال الفترة اللي جاية هيكون في مواجهة صارمة وشديدة جدا في مواجهة هذا الإرهاب وهؤلاء الإرهابيين اللي بيقوموا كل يوم على قتل شهدائنا وإخواتنا، لكن هم ده مش هيسدهم أي ضعف، لكن ده هيكون مصدر صلابة وقوة لمواجهة الإرهاب. عودة إليك أحمد مرة أخرى للإستوديو.